السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال ان شاء الله. طبعا ردا على تعليق الاخ الفاضل موجود معانا على القناة، كان علق وقال ان الغرفة عندك محتاجة تنظيف. احب اقول لك ان الغرفة الحمد لله رب العالمين دايما في متابعة ودايما في تنظيف بشكل دائم، مش الموضوع مش سايب يعني زي ما بنقول في مصر، ده الموضوع ليه تحكم وليه ربط وظبط وكل حاجه. بفضل الله في بدايه الموسم اهو، طبعا لسه في تجهيز. طبعا زي ما انت شايف كده ان الطيور عندي لسه بتاخد بعض الفيتامينات في الميه زي ما انتم شايفين. طبعا ده المقدار يا جماعه اللي انا بحط فيه للطيور، ده المقدار اللي بستخدمه للطيور، ما بزودش عن كده بالنسبه لليوم. يعني النهارده انا حطيت الفيتامين ده مثلا حوالي المغرب كده تقريبا او بعد المغرب، ما هيفضل معاهم لغايه بكره الصبح ان شاء الله. وبكره هيتغير، الميه تتغير تماما، كلها تتشال وتتغير، حط ميه جديده بنفس الفيتامين ده. طبعا الفيتامين ده زي ما كنا كاتبين في الجدول، طبعا هسيب لكم الحلقه فوق في المقترحات هتظهر لكم حالا. اللي حابب يتابع الجدول اللي احنا عاملينه في بدايه الموسم او تجهيز طول الموسم يبدا ان هو يشتغل عليه. طبعا زي ما انا قلت لك قبل كده يا اخويا ان طبعا عندي الاقفاص كلها بدراج. انت بتقول لي الاقفاص من غير درج؟ لا، الاقفاص كلها بدراج. ممكن يكون قصدك والله اعلم على اقفاص القطف او اقفاص الراحه، دي ليها دراج، لكن في الفيديو ده كنت انا لسه فعلا فاكك الادراج بتاعتها عشان اغسلها، لو ده كان المقصود يعني. طبعا مش متذكر المقصود ايه، اللي ما بفتحش فيديوهات قديمه على اليوتيوب لان ده بيكون في مشكله او في غلط على القناه نفسها، يعني بتتسمى ان انا بحاول اعمل مشاهدات. يعني لو فتحت فيديو انا عامله خلاص انا شاهدته قبل كده قبل ما اعلنه، لو اتفرجت عليه تاني خاصه من الاي بي الخاص بيا سواء على الموبايل او سواء على الواي فاي عندي، فبتحسب مشاهده متكرره، فده طبعا بيكون غلط على القناه عندي للاسف، وبيكون حاجه سلبيه جدا. فلذلك انا ما بفتحش الفيديو تاني، فمش عارف تتكلم على انهي قفص بالظبط، ولكن انا بحاول اتذكر يعني. وخاصه ان الفيديوهات اللي بعملها كلها انا بمسح اول باول من على الموبايل بتاعي او من على جهاز عندي، خلاص ما دام الفيديو موجود على اليوتيوب ما بخلوش عندي يعني. المهم ان عندي الادراكس وانت شايف كده، طبعا الاقفاص كلها فيها ادراج زي ما انت شايف. طبعا التنظيف ده بشكل يومي يعني تقريبا زي ما انت شايف كده، كل الادراج طبعا بتكون نظيفه بالشكل ده. وبكده حبيبي اكون انا رديت على تعليقك، هل في تنظيف في غرفتي ولا لا؟ زي ما انت شايف كده الحمد لله الغرفه كلها تمام الحمد لله رب العالمين. ربما ان طبعا انا لسه الغرفه دي لسه ما عملتش فيها تجديدات او لسه ما كملتش التجديدات اللي فيها، زي ما انت شايف كده لسه على المحاره زي ما بنقول عندنا في مصر، على المحاره، لسه ما خليتش الدهان والكلام ده لانها حاجه مؤقته، ما فيش عندي حاجه ثابته لسه ان انا اشتغل عليها او ان انا اظبط فيها الطيور بتاعتي. في يعني فكره ان انا هعمل حاجه فوق الروف عندي، لكن ان شاء الله محتاجه ترتيب وتنظيم. مبسوط على فكره انت علقت على الفيديو، وانا بحب الانتقاد الهادف. انت شفت حاجه سلبيه من وجهه نظرك، طبعا انا وضحتها لك او انا حبيت اوضحها لك، وده بالنسبه لي نقد او نقد زي ما نقول ايه هادف، يعني انت بتنبهني لحاجه انا ممكن ما اكونش واخد بالي منها، فده شيء كويس جدا. اشكرك وتحياتي ليك ولكل الاخوه معانا على القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.